مدرسة بالطفل يرفض الذهاب ويشكو من آلام في العديد من الأجزاء من جسمه، ويصل حتى أنه هناك بعض الأطفال من يقع ملتويا على الأرض من الألم الذي يدعيه. هذه المشكلة تجعل الأهل يقعون في حيرة، فكثير من الأحيان يرضخ الأهل لمطلب الطفل ويتركونه يبقى في المنزل، وبعدما يسمح له بالبقاء في المنزل فجأة تختفي كل الأعراض، فيتوقف عن البكاء وتذهب آلام البطن أو الصداع. هذه المشكلة تجعل الطفل يتمادى في هذا الأمر ويكرر ما فعله، وإذا تكرر فهذا مشكل يستحق النقاش ويستحق المعالجة. لذلك استقبلنا وسنستضيف وإياكم كل من مدير مركز الإبداع الإعلامي، مستشار تربوي، مختص في التطوير الذاتي، الأستاذ محمد بن يوسف. أهلا وسهلا بكم. أيضا نرحب بالأستاذ عبد الحليم ماضي، أخصائي في علم النفس التربوي واستشاري نفسي. أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام. شكرا. إذا الأساتذة الكرام، أخواني الفضليات والأفاضل، أود التذكير بأرقام الهاتف لكل من يريد المشاركة معنا، فما عليكم الاتصال على الأرقام التالية 023 70 92 92، 023 70 90 12. إذا كما سبق وذكرنا، فإن هناك بعض الأطفال، ونحن يعني الآن في بعد أيام معدودات من بداية الفصل الدراسي الأول، لازالوا يرفضون الالتحاق بالمدرسة، وحتى وإن يعني حتم عليهم ذلك، عندما يصل إلى الأبواب يبكي، يلتوي، يفعل أي شيء لكي لا يدخل إلى الدراسة. أنتم الأستاذ عبد الحليم ماضي كأخصائي في علم النفس، هل ترون في ذلك أن هذه مشكلة، هناك مشاكل نفسية أو اجتماعية أو بيولوجية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الدخول المدرسي كثير من الناس يرونه بدخول، يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وستكون هذه المرحلة إلى مرحلة حتكون تمر بردا وسلامة، لكن الحقيقة التي يواجهها الأولياء هو الصدمة التي يجدون عند أبنائهم عند انتقالهم من البيئة الأسرية، بيئة الاهتمام وبيئة العاطفة والوالدين إلى غير ذلك، إلى بيئة أوسع هي بيئة المدرسة اللي فيها 30 ولا 40 طفل داخل، فيها أستاذة لا تعطيه ذلك الاهتمام الذي يهتم به في البيت، وبالتالي الطفل فراق الأسرة وفراق الأم وفراق الأب يحدث له نوع من الصدمة، ولهذا تسمى في علم النفس صدمة الدخول المدرسي. كما أن هناك صدمات من قبل، صدمة الولادة، صدمة الفطام، ثم تأتي بعدها صدمة الدخول المدرسي. ولهذا الآن هذه المراحل التي نعيشها نحتاج إلى تدريب ومقدمات حتى الطفل لا الصدمة. ما هي الصدمة؟ هي انتقال من بيئة إلى بيئة أخرى غير كما نقولوا مختلفة تماما. فنجد مثلا أن الطفل لما يكون في بطن أمه لا يستعمل أي جهد باش يرتاح، ومن بعد لما يخرج للحياة لازم يبذل جهد، وبالتالي انتقل نمط الحياة، وبالتالي يشكل له صدمة. نشوفوا الفيطام مثلا، الطفل لما يحبس الرضاعة راح ينتقل إلى عملية أخرى من التغذية، وبالتالي تلقى يتمسك كثيرا بالرضاعة ويجد الأولياء أيضا صعوبة. نفس الشيء الدخول المدرسي، سينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن بيئة إلى بيئة أخرى سيجد صعوبة. لابد هذه المرحلة نحضروا لها، يعني نهيئوا الطفل للدخول المدرسي، لأن الأطفال المهيئين يكونون أكثر استعدادا من الأطفال غير المهيئين. يعني نحتاج إلى تهيئة نفسية وأيضا إلى تدريبات. فنجد مثلا يتغير عليه نمط النوم مثلا، وبالتالي الطفل غير متعود على ينوض الصباح إلى غير ذلك، فلازم تدريب يعني على النظام الساعة البيولوجية في الدماغ قبل الدخول المدرسي. أيضا هناك تهيئة أيضا نفسية للطفل، مثلا نديوه معنا نشريو له الأدوات ونخليوه هو يخير الأدوات اللي يحبها والألوان اللي يحبها إلى غير ذلك. مثلا نبداو نشريو بعض القصص اللي فيها الوان وفيها كذا، ونعودوا الطفل مثلا على انه يلون ويرسم وكذا، ونتحدث على نماذج تعليميه، وبالتالي ذكريات الطفوله والمدرسه وجمال هذه الذكريات، فنربي الشوق الى تلك التجربه عند الطفل. لكن كثير من الاولياء يغفلون عن هذا كثيرا،
ولم يدخل دوخ المدرسي مباشرة حيشير أدوات وكذا ويدخل مباشرة المدرسة، فالطفل لا يفهم هذا الانتقال، وبالتالي يجد صعوبة كبيرة جدا في الاندماج في المدرسة. يعني هناك أيضا من يشتكون أنه الطفل يدخل في السنة الأولى عادي جدا، ولكن في السنة الثانية السنة الثالثة يلقى ربما صدمة نفسية ولا يكون له استعداد للدخول المدرسي. أكيد يا ترى هل هناك أسباب نفسية وأسباب اجتماعية أو أخرى؟ لحظة جيدة، احنا التعليم هو منظومة وليست الطفل، يعني يحتاج أن تكون منظومة متكاملة، يعني جزء منه يحتاج إلى تدريب الأطفال وتحملهم بعض المسؤولية، وهذا نمط جديد في الحياة، وأيضا الأولياء لازم يكون عندهم وعي أيضا ومساهمة في تنمية الوعي عند الطفل والرغبة والدافعية لديه في التعلم، وأيضا هناك مسؤولية ملقاة على الأساتذة أيضا في تعاملهم مع الأطفال وتحبيب لهم الدراسة إلى غير ذلك. أيضا المنظومة البيداغوجية أيضا يعني تحتاج أن تكون تتناسب مع مرحلة النمو تاع الطفل، فالأطفال أحيانا يدخل مدرسة وهو عنده نظرة يعني مثالية للمدرسة، لما يدخل صورة القسم إيجابية. يعطيك صحة، لما يدخل القسم فمثلا كثافة الدروس تشعر هذا الطفل بالتعب، والتعب هذا يصبح يشكل لديه ألم، وهذا الألم يولي مربوط في العقل الباطن عند الطفل، فكلما تذكر المدرسة يتذكر معها التعب والألم، وبالتالي نحتاج إلى كما يقول ابن خلدون في مرحلة الطفولة علموا أبناءكم وهم يلعبون، وبالتالي نحتاج إلى بيئة فيها متعة أكثر للتعلم، لأن الطفل يعني البيئة التي يتعلم فيها هي بيئة اللعب، واللعب هنا يقصد به المتعة، وبالتالي لما يرتبط الشعور بالمتعة بالتعلم نصل إلى الأهداف البيداغوجية، لكن لما يدخل الطفل ويجد بيئة تاع الراشدين وليس بيئة تاع الأطفال، يجد طاولة وسبورة وكتابة وسرعة مع الأستاذ شكون يكمل الأول شكون يكمل الأخير، ولا أيضا البرنامج مكثف والوقت الضيق 45 دقيقة للحصة، وبالتالي الأستاذ يقع في ورطة والتلميذ في ورطة، وهذه الضغوطات ستعود سلبا على التلميذ وأيضا على الأستاذ، والأستاذ لا يتحمل هذه الضغوطات، فلا يمكن أن يكون في بيئة نفسية متزنة، لا حيتحمل الحركة الزائدة عند الطفل، ولا راح يشوف الطفل شكون واش خصو واش ما خصوش، وبالتالي تلقاهم كامل منفعلين، بيئة توتر، وهذا ما يخلي حتى الآخر يسعف في الآخر، يعني لا الإدارة تسعف الأساتذة ولا الأساتذة يسعفوا الطلبة، والطلبة لا يسعفون بعضهم بعضا، وبالتالي هنا البيئة هذه تكون تخلق نوع من التوتر، ولهذا نجد أطفال في كان يشد عام كان عامين كان 3 سنوات وبعدها ينهار، وأيضا الثقافة ونظرتنا للتربية أيضا ماهيش نظرة كما نقولوا علمية بقدر ما هي نظرة اجتماعية، ونجد أن الأولياء يلقون باللوم على أبنائهم ويقومون بمقارنتهم مع الأفراد الآخرين، صحيح. وبالتالي نجد الطفل تحت ضغط نفسي، ضغط العائلة، ضغط كثافة الدروس، وهذا ما يجعل الطفل يفكر مرارا وتكرارا في الانسحاب أو التسرب المدرسي. أكيد يعني للأسف ما هذا ما هو شائع، اللوم، الانتقاد الغير البناء والمقارنة. أكيد لأن ما عندناش مقاييس علمية لقياس الطفل، فمثلا احنا مازلنا نربطه بالتفوق الدراسي عنده علاقة بالذكاء، أنا الطفل ما يجيبش نقطة ماشي ذكي غبي، وهذا رغم يعني أنه أنواع الذكاءات هي متعددة جدا. يعطيك صحة، ونجد دراسة في أمريكا تشوف أن التعليم أن المتفوقون دراسيا لم يكونوا من الناجحين في اختبارات الذكاء، والذين نجحوا في اختبار الذكاء لم يكونوا متفوقين يعني أو متميزين في الجانب الدراسي، وهنا اقترح علماء التربية أن تخضع تلك الدروس لتطوير الذكاءات، فقالوا ليس هناك ارتباط بين الدروس وتطوير الذكاءات، والدروس وظيفتها هي تطوير الذكاءات يعني القدرات والملكات عند الطفل، وبالتالي لما تقيس قدرة واحدة، فنعطيك مثال، احنا تقريبا 80% من الدروس تاعنا تقيس قدرة واحدة وهي الذاكرة الحفظ، الذي يحفظ جيدا هو الذي العلامة المتميزة، لكن الذكاءات الأخرى لا نعطيها اهتماما، فمثلا الذكاء الحركي ما عطاش اهتمام، الذكاء اللغوي ما عطاش اهتمام، الذكاء الوجداني ما عطاش اهتمام، الذكاء المنطقي ما نعطاش اهتمام أكثر، وبالتالي هناك ذكاءات متعددة، يعني دراسة أثبتت اليوم عندنا أكثر من 111 قدرة على الذكاء، صحيح. وتتفرع عنها ذكاءات أخرى، ولهذا الآن يفترض أن مرحلة الطفولة مرحلة اكتشاف الذكاءات، والنظرة التربوية عليها أن تتغير، لا ننطلق أن العقل الطفل
فارغ ويحتاج إلى من يملأه، وبالعكس أن وكأنه وعاء. وآتك صح، وإنما نحتاج أن هذا العقل يحتاج إلى من يفتحه، وأن نساعد الطفل على اكتشاف قدراته وذكائه المتميز فيه، حينها تعطى الكفاءة بناء على قوة الطفل وليس على ضعف الطفل. فالذي أكيد. لديه قوة في الذكاء المنطقي في الرياضيات يحتاج أن يتلقى دروسا وأيادي فنية متخصصة لتطور الذكاء المنطقي، لكن شوفوا كم هم الأطفال عندهم ذكاء مثلا في الرياضيات ولم ينجحوا بسبب اللغات الأجنبية مثلا، وهناك من عندهم ذكاء لغوي ولم ينجحوا بسبب الرياضيات، وهذا ما خلى نسبة الفشل يعني عند الطلبة تزداد سنة بعد سنة. أكيد مشكور على كل ما أشدت وأفدت الأخصائي في علم النفس التربوي والاستشاري النفسي أستاذ عبد الحليم ماضي. العودة إليكم مدير مركز الإبداع الإعلامي مستشار تربوي مختص في التطوير الذاتي الأستاذ محمد بن يوسف. كثيرا ما يرفض الأطفال يعني الذهاب إلى المدرسة وخاصة بداية العام الدراسي، ربما مما يتطلب توعية الأهل والعاملين في المدرسة حول كيفية التعامل معه لتجنب يعني أي آثار سلبية ربما قد تؤثر على سلوك الطفل ومدى تقبله للمدرسة والمدرسين والمعلمين مستقبلا. لذلك أستاذي الكريم، في رأيكم كمختص في التطوير الذاتي، ما هي الوسائل العملية التي يمكن أن تلجأ إليها ربما المعلمة أو الأم أو الأب يلجأ إليها لترغيب الطفل في مدرسته؟ ممتاز. بصح محمد صلى الله عليه وسلم، صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعي القناة والحصة. طبعا خلينا نحيي زميل الأستاذ حليم عبد الحليم. ف يعني أهم شيء مليح إنه الوالدين يعرفوا إنه عدم رغبة بعض الأبناء، ما نقولوش كامل يعني، عدم رغبة بعض الأبناء في الذهاب إلى المدرسة هو شيء طبيعي، يعني ما هوش وليدكم فقط. هذه قصة قديمة، لو نرجع للتاريخ لا يعني مع يعني من الناس اللي سبقوهم، في كل عام تتكرر مع كل الناس تتكرر، فهو شيء طبيعي. دوك حنا نحوسوا فقط على الأسباب، ما هي، واش اللي يخلي وليدنا ما يروحش، ما حبش يروح. أول شيء نرجعه إلى عمر الطفل، يعني إذا كان صغير الطفل لما يروح لأول مرة المدرسة أو للروضة، فطبعا هناك ما اسمه الأستاذ الكريم موضوع الفطام، هناك الفطام الاجتماعي كما هناك فطام في الرضاعة، هناك فطام اجتماعي كان يعني حتى استسمحكم أنه سمي بالفطام الثاني عند ذهاب الطفل للمدرسة. بالضبط، فهو ينتقل من وسط معتاد وجو إلى وسط جديد غريب عليه، ناس غريب عليه، فراح يكون فيه نوع من الخوف أو التردد. ثاني شيء لما يكون أول مرة، يعني نلقاو هذا المعدل ينقص مع الأبناء اللي في السنة الثانية والثالثة، كل ما يكبر الإبن عدم الرغبة في الذهاب تنقص، إلا عند يعني كان نقول كنسبة كبيرة. في الروضة نلقاهم اليوم الأول، يعني مساكن مربية الروضة، يعني اليوم الأول أو الأسبوع الأول كارثة، يعني دائما نسمع عياط وبكاء، فهذا يعني شيء طبيعي في هذه المرحلة. الأمر الثاني لما يكون مكان جديد، يعني الوالدين انتقلوا من مدينة إلى مدينة أو غيروا الحي أو غيروا المدرسة، فبالنسبة له وسط غريب مجهول راح يخافوا ما يعرفهمش. هذا جانب. وأيضا إذا كان في مكان موحش، إذا كان الطفل مازالوا في السنة الأولى ثانية ثالثة ابتدائي، بلاصة موسخة، بلاصة بعيدة، إيزولي، ماهيش نقية، فتصنع تقدر تصنع عند البعض منهم نوع من الخوف من هذا المكان. ولا أحيانا تكون معلمة جديدة خاصة في مرحلة الروضة، تغيير المربية، الطفل يكون معتاد على مربية معينة، العام الجاي تعطي له مربية أخرى يقدر ما يروحش، يقول لك ننسحب، خاصة في الفئة الصغرى والفئة الوسطى، لما نحكيه على 3 سنوات 4 سنوات ولا 4 سنوات 5 سنوات، هذا الجانب. أيضا أحيانا لما يعني قلت تغيير مربية في بداية العام أو لا إله إلا محمد رسول الله، أو تغيير قسم، إذا كان في نفس المؤسسة غيرنا له مجموعة رفاقه، يعني كان في الفئة الصغرى في خاصة الروضات الكبار كان في فرقة معينة أو مجموعة معينة نغيروا له، فماهوش معتاد الزملاء جد، يقدر ينضرب، يقدر، راح نحكيو بعدين على موضوع المتنمرين. فقلت إذا كانت معلمة أيضا جديدة، وتلاحظي حتى في موضوع الابتدائي بداغوجيين عاملين أنه الطور الأول معلم واحد يقرأه لمدة 3 سنوات، بعدين الطور الثاني معلم واحد يقرأ 3 سنوات، فمراعاة لهذه الجوانب أيضا لما نحكيه على روضة شيء أكثر منه. أيضا أحيانا وجود أخ في البيت، خاصة إذا كان جديد عنده بيبي جديد، خوه صغير جديد معتاد يلعب معاه، وهو برك اللي راح يخرج وخوه راقد ويلعب، فأيضا هذه أحيانا تخليها عليه، هو ما يروحش وأنا نروح إتترا، فهذه أيضا تقدر تكون من الأسباب. بعض الأبناء ما يشبعش العطلة، ما يشبعش اللعب، صحيح. يعني تلقاه
وهذا دخل في موضوع تنظيم الوقت في البيت. لما نعلم أبنائنا أنه وقت اللعب لعب، وقت الدراسة حتى العطلة ما هيش من بداية العطلة إلى نهاية العطلة كلها لعب، نعلم له أنه يقرأ قصة. أصلاً اسم عطلة خطأ، بالضبط هي إجازة، نقدر نقول حتى أنا نقول بين قوسين إجازتنا في الجزائر أو عطلتنا الدراسية في الجزائر طويلة بزاف، في بعض الدول شهر ونصف شهرين على أقصى تقدير، إحنا الله يبارك 3 شهور وزيدوا لها بارفوا يعني أحيانا 15 يوم قبل 15 يوم بعد، فيسرحوهم الأبناء. صحيح. طبعا أنا نحكي على بعض التصرفات الشخصية أو الخاصة، ما نيش نعمم على الجميع. فيعني موضوع أن نحضروه في العطلة بأسبوع أو أسبوعين بدأوا نحضروه هذا الإبن للدخول إلى المدرسة، ولما نمشيه إلى المراحل الكبار لما يكون في المرحلة الابتدائية وبدأ يكبر خامسة سادسة أولى متوسط، أحيانا يكون سبب عدم إنجاز واجب منزلي، خايف من البروف، خايف من الأستاذ تاعو، ما دارش واجب، يبرروا بغياب بمرض بأي شيء، المهم باش ما يعاقبوش الأستاذ، باش ما يعطيوش علامة سيئة، باش ما يبانش قدام صحابه، فيقدر يكون أيضا سبب الخوف من الأستاذ والإدارة. إذا كان الأستاذ عنيف، إذا كانت إدارة تتعامل بقسوة أو شيء من هذا النوع، أيضا تخلي هذا الإبن يرفض يروح المدرسة، يقدر إبن يكره مادة وينقص نقاطه بسبب طريقة تعامل الأستاذ. صح. لذلك الموضوع مش متعلق فقط بالمنهاج أو متعلق بالمحتوى، متعلق بطريقة تقديمه وطريقة التواصل مع الإبن. وأحيانا كما قلت أيضا قبل قليل موضوع المتنمرين، بعض الزملاء يقدروا يكونوا يضربوه تنمر، نعم بالضبط، فالتنمر المدرسي مشكل، يعني مليح أنه نعطيه له اهتمام خاص، يعني على مستوى المستشارين النفسيين في المؤسسات التربوية نلقاو بعض النماذج من التلاميذ يضربوا صحابهم أو عنيفين أو يبتزوه بأي طريقة، يأخذ الأدوات، يعني في بعض يأخذ أدوات، يأخذ منه فلوس، يأخذ له يقدروا حتى التحرش الجنسي في بعض المراحل المتقدمة، فهذه كلها أيضا تدخل في هذا الجانب. يعني ما هي الحلول كيفاش راح نتعاملوا راح نذكرها بعدين. أحيانا عدم النوم الكافي في الليل، عائلة سهر 11 تاع الليل 12 تاع الليل الوحدة، فهنا نصيحة الوالدين يعني نظم أوقات النوم، وليدكم غدوة عنده قراية ما كانش سهر العشرة راه في فراشه، وطبعا من بين التحضيرات انك تبدا تنقصي الكلاراج، نقصي التلفزيون، يتعشى بكري، الجو الملائم بالضبط، فيرقد باش يرقد نوم كافي. احيانا المشكله ماهيش في الابن، احيانا المشكله في الام، انه عندها خاصه في مرحله الروضه بعض الامهات عندهم ارتباط قوي بابنائهم، فتلقاها باش تديها لاكراج هي تبكي قبل ما يبكي الولد، واحيانا نلقاوها هي راهي تحضر الابن نفسيا وتقول له وراح نخليك الله كراش وكيفاش راح نصبر عليك وراح شرح نديرو، فتولي هنا في مشكل انه الابن ممكن هو روحه بيروح، لكن لما يشوف يما هكذا كيولي العكس، هو ما دابا يقعد في البيت. فانا نقول احيانا الام هي المشكله ماشي الابن. صح. لذلك ايضا الام لازم تتحضر، وبعض الامهات ترفض انها تدخل ولدها للروضه حتى التحضير، احيانا تدخل تقول لك حتى السنه الاولى ابتدائي ما نقدرش نصبر عليه، والسنه الاولى ابتدائي مازال هي تديه ومازال تروح كل عشيه وتجيبه وكذا، فهذا اشكال يعني بالضبط، يعني وثيق بالضبط. نبداو نربيه على موضوع الاستقلاليه مبكرا بشكل تدريجي، اكيد الاستقلاليه طبعاً. والتفاعل مع المجتمع بالضبط، والحلول راح نجيو كمرحله ثانيه. تعقيب فقط على هذه كراش، يفترض ان هذه كراش ينبض حاله للتحضير دخول المدرسي، او بمعنى اخر كما يقول ارسطو هي إعداد العقل للتعلم كما تعد الأرض للزراعة، يعني هذه فترة على كراش. لكن الكراش اليوم يعني كثير منهم نشوفهم أنهم يعملوا الضغط على المدرسة وليس التحضير للمدرسة، فيدخل الطفل عوض أنه يطور في الجانب الاجتماعي واللعب ويحببوا له العلاقات الاجتماعية والأطفال وكذا من خلال اللعب والمتعة وكذا، فنجدهم يعملون بأسلوب المدرسة، عندهم طاولات سبورة مباشرة اليوم الأول الحروف والأرقام وكذا، على أمل أنهم لما يخرجوا من تم يقابلوا أولياء بلي وليدك يعرف الأرقام يعرف الحروف خلاص يبقى وليدك راه الآن أو شاطر. الأولاد الآن حيك راه هذا النمط قبل أوانه، ولما يدخل المدرسة يجد نفس النمط، وبالتالي كثير من الأطفال يديروا الروضة تلقاهم يكرهوا المدرسة أكثر من أطفال ما يديروش الروضة، وبالتالي هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن أصلا كنولوا للصح أن الدخول المدرسي متقدم جدا 6 سنوات، يعني الطفل ما زمك مش طفولة تاعه، وبالتالي إذا دخلتوا 6 سنوات ما تخرجوش على الطفولة، يعني يبقى يعيش مرحلة الطفولة ولو أنه في المدرسة، لكن الآن إحنا نلغيه الطفولة وندخله في مرحلة الراشدين، مرحلة الجهد وتحمل المسؤولية وضغوط التمرين والمقارنة والترتيب، هذا الأول هذا الثاني، وعنده مسؤوليات وعنده التزامات والضغوطات،
إذن هنا راح نحرقه مرحلة أو نقصه بالمرحلة تاع الطفولة. هنا استسمحكم يعني أستاذ في نقطة فقط، يعني حسب العديد من الدراسات أنه رفض المدرسة الأكثر شيوعا يوجد لدى الأطفال في عمر 5 و6 سنوات، وكذلك في 10 إلى 11 عام، يعني تظهر مشكلة رفض المدرسة لدى الأطفال حتى بعد العودة من الإجازات المدرسية. يعطيك الصحة. لماذا؟ شوف الآن هذه المرحلة، هذه مرحلة تاع الطفولة، أتصور الآن عندك 6 سنوات في الطفولة المتوسطة وليست المتأخرة، يعني الطفولة المتأخرة حتى 9 سنوات 12 سنة، يعني الطفل حتى 12 سنة مازال طفل. أتصور 6 سنوات الآن عنده اختبارات وعنده ضياء إدماجية وعنده ترتيب ومقارنة ويحاسب حسابا عسيرا، وبعدها نجد أن الطفل يتعدى الضغوطات، وبالتالي انقاص من مرحلة الطفولة سيجعل الطفل يمدد مرحلة الطفولة، ونجد أن الصبيانية عند الطفل لا يتخلص منها حتى في الثيام وحتى في الليسي، وكأنه تعويض، وتسمى في علم النفس عملية النوكوس. كل مرحلة لم نشبع فيها سنمددها إلى المراحل الأخرى، وبالتالي الآن الكراش يفترض أنها تؤهل الطفل للدخول المدرسي من خلال الذكاء الاجتماعي، تخلي الطفل يتواصل مع الأطفال بشكل جيد، أن الطفل يتعلم يلبس حوايجه ويروح لسانيتال وحده ويتعلم الاستقلالية، على بلي أنه في المدرسة باش ما يكونش عنده مشكل هذا في المدرسة. أيضا يتعلم النطق ومخارج وصفات الحروف، وبالتالي حتى ما يكونش عنده مشكل لغوي. أيضا إعداد الذكاءات، الذكاء الخام اللي هو الإدراك، يتعلم الطفل مبادئ اليمين واليسار والفوق والتحت، إدراك المكاني وإدراك الزماني الصباح والمساء وكذا، إدراك الفروقات وأوجه التشابه والاختلاف. هذه الإدراكات هذا هو الذكاء الخام عند الطفل، وبالتالي سيحتاج هذه الإدراكات في المدرسة. لما يدخل المدرسة وش يلقى؟ يلقى المقارنات وأوجه وتفاصيل والتشابهات واختلافات، راح يكون عنده ذكاء قوي لإدراك هذه الأشياء، ويكون مؤهل نفسيا يعني واجتماعيا، وعنده نظرة إيجابية على الأساتذة لأنه شافهم في لاكراش ملاح يلعبوا معه، عنده نظرة إيجابية على الزملاء لأنه لعب معهم ولم يتأذى منهم. إذا هذه يفترض أن تكون التحضير. كاين نقطة أخرى تساهم في نفور، نقول نفور الطفل من المدرسة، البيئة الفيزيقية ما نعطولوش أهمية كامل حنايا. لما الطفل يدخل المدرسة ويصيب الصور فيه 6 مترات وبالبولي من الفوق، هذا إيحاء أن الهربة ما كاش ما كاش وين تخرج. يعطيك الصحة. لما يشوف الأساس شاد لاغان تاع تريسيتي هذيك فيها 1.5 متر شادها في يده، هذه حد يتخلعوا ايضا. لما يشوف الاساتذه كامل شادين عصي في يدهم حد يتخلعوا ايضا. طريقه الجلوس اللي هي ايضا تكسر التواصل بين الاطفال وتشجع الاتصال بين الاستاذ فقط والطلبه، وليس كل الطلبه، لان الاستاذ ما يقدرش يلحق حتى للطرف الاخر غير الطلبه اللي يكونوا قدامه، وراح يكون تواصل جيد في المقدمه وفي الاخير راح يتكسر التواصل، وهنا الطفل يشعر بالعزله، وايضا قد يؤدي الى النفور ايضا والانسحاب. في موضوع الروضه ربما اضافه صغيره فقط، وهي انه ربما ركز الاستاذ ايضا على يعني جانب المهارات المليح انه ننميها في الطفل، انه احيانا نلقاو بعض المربيات انه او حتى المؤسسه كاداره تفرض على الاستاذات تعليم او تركيز على الجانب التعليمي. ليش؟ لانه الاولياء يطلبوا، الاب وبنتي ماش حافظه، وليدي ماهوش حافظ، ماهوش يعرف، بنت خالته عامله، فهذا الامر يعني ماهمش الاولياء هما اللي يفرضوا البرنامج، انتم اللي تفرضوا البرنامج، لان ماهمش حابين يخسرونكم ديك اليوم فيلبيو لهم الطلب، فهذا لا لا لا, لا, لا ينصح به. كان بعض الامور متعلقه بالخصائص النمائيه، اذا كانت هذه المربيه تدركها ولا ما تدركهاش. في عمر 3 سنوات الطفل ما يقدرش يزير على الستيلو لانه العضلات الدقيقه مازال ما نماتش، فنبدا نفرض عليه خط شباب ولازم يحكم قلم في ديك المرحله، مازال انه لازم يزيد يتطور مازال يعني في 4 وضعيات متتاليه باش يمسك القلم بطريقه جيده. فمعرفه يعني الخصائص النمائيه يعني اجتماعيا جسديا نفسيا ادراكيا بالنسبه للطفل ضروريه جدا للمربيه، مش اي مربيه تصح انه تعمل او تصحح بشكل يعني متواصل. اكيد يعني بعدما ذكرتم هذه الامور المهمه والجد مهمه، وخاصه ما اشرتم اليه يعني حول تنميه المهارات اللي هي ربما في علم النفس هي 4 مهارات لغويه، استقلاليه اجتماعيه والتواصل، ايضا هي من المهارات التي يجب ان تنمى لدى الطفل ليس عند دخوله الروضه وحتى عند دخوله الى الدراسه في سنواتها الاولى. أكيد أن هذه المراحل الأربعة التي أشرت إليها هي تحتاج إلى النمو، وهذا النمو لابد أن يكون مستمرا يعني من الصغر حتى الكبر، يعني حتى لما يكبر يبقى ينمي هذه المهارات، وبالتالي يحتاجها
لان هناك في طعم ذكرتيه انت تاع الدخول المدرسي، انا نزيد نقول لك في طعم اخر هو البيئه العمليه، كيخرج من المدرسه ويروح العمل كاين عنده مشكل ايضا، تلقاه يعني عنده مشكل في التواصل داخل بيئه العمل، هو في البيئه تاع المدرسه ويجد نفسه انه ناجح في المدرسه ويجي هو الاول وفي الجامعه ماجور دو برومو، ولكن لما يروح بيئه العمل ما يسيبش روحه كامل. صحيح. وبالتالي هناك اليوم دراسات يعني واجتهادات ايضا في الدول المتقدمه انهم يبداوا يدخلوا بيئه العمل وهم يدرسوا، يعني حتى ما تراش هذيك جيد. الصدمه هذيك الخروج منها، لانه أكيد. كثير منهم لم يجدوا انفسهم في بيئه العمل. يعني نجد أن الدراسة هي نظرية والعمل هو تطبيقي. تطبيقي، والعمل تحتاج فيه مهارات وذكاءات اخرى يعني اكثر من الكفاءه المهنيه، نعم. فتحتاج الى الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والتواصل مع الاخرين، وبالتالي لابد ان لا تتخلى على هذه المهارات حتى وانت كبير، فهي يعني الاساس تاع النجاح في الحياه. إذا نستقبل اتصال أول من أمة الله من السيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلى إن شاء الله يا رب بغير حساب إن شاء الله يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ألو. آمين يا رب العالمين. تفضلي أمة الله. أنا المشكلة في أولادي، عندي 3 أولاد متمدرسين، توأم يدرسوا في سنة ثانية، الابن الثالث دخل سنة أولى لكنه لم يدخل لا تحضيري ولا المسجد، ولا فوجدت معه صعوبة في تلقينه، رغم أني كنت أدرسه نوعا ما في بعض الأيام في العطلة، لكن الأبناء التوأم ما زالوا معتقدين أنهم في العطلة، رغم أنني اتخذت بعض الإجراءات لأمنعهم من ذلك، مثلا غيرت لهم الغرفة، غرفة كيور مالين دفلة النوم المبرد. ربما انقطع الخط مع الأخت أمة الله من السيف. هل أنت في الاستماع؟ لا، انقطع الخط للأسف. نستقبل اتصال ثاني من الأخ أيوب من عين دفلة. طيب لكم تحية للحاضرين معك. كاع الشيء اللي هدرتوه في زوج كلمات، ماشي من هب ودب يفتح روضة، رامي يفتحوها في كراجات، رامي يمدوا لهم الروز المغلي والسباجيتي. انا راني حاضر على على الاولياء، راهم يضحوا راهم يضحوا بابنائهم على جال الضرر. عندك امريات مليش هذه مرايا اخي، على الاقل تدي صوت صوت على جال وليدها، مش عارف انا عامين وهو صباح تجرجر فيه ودياته، ما تكاش لي حنا على الطفل كيما يما يقلب عليك، ما نغطولاش مسلاف الغربان. مشكور مشكور أيوب. إذا مشكور الأخ أيوب، يعني المكالمة كانت رديئة نوعا ما. نستقبل أم رياض من حسين داي. أهلا وسهلا أم رياض. تفضلي. أدخلتيه إلى الدروس الخصوصية. أنا
عمر الطفل يا أم رياض، عمر الطفل كم؟ انتظر الإجابة من الأساتذة الكرام. أم رياض جيد. انتظر الإجابة يا أم رياض وأعانك الله على تربية أبنائك. سيجيبك الأستاذ على هذا السؤال تحديدا. مشكورة أم رياض، ابقي في الاستماع. لدينا أم هبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يبارك. نعم. ما هو الإشكال؟ تعلق شديد بالأم. أكيد الإشراف واجب. أكيد، وظاهرة اجتماعية لا تعمم، تبقى دائما نسبية. مشكورة أم هبة، ابقى في الاستماع، سيجيبك الأساتذة بحول الله. إذا الأساتذة الكرام، نبدأ بأمة الله من سطيف. تقول أن لديها توأم في السنة الثانية دراسية، ولديها أيضا طفل آخر يبلغ من العمر حوالي 7 سنوات. تقول أنه أصبحوا يتعبون من الدراسة. أول شيء نبدأ بالتوأم، يعني كنت نسألها سؤال يعني إذا قاطعت مكالمة، هل التوأم يقرأ في كلاسة واحدة؟ وهذا التوأم على بالك باللي إذا كان ما قراش واحد ما يقراش الآخر، يلوت عنده، وإذا الآخر ما راحش يمشي الآخر ما يراحش، وبالتالي أيضا راح يوقع في مشكل تاع المقارنة. يعني حتى وإذا كان واحد يقرأ وواحد ما يقراش، الآخر يشعر بالإحباط أمامه وعدم ثقة في النفس، ولكن فصلهما أفضل. يعني دائما التوأم يصيروا بهذه المشاكل، امبوسيبل يكون التوأم، يعني ماشي امبوسيبل، نقولوا من النادر جدا يصيبهم على نفس الذكاء ولا نفس القدرات. وبالتالي يقارنوا روحهم بعضهم بعض، واحد يتعندوا في الحوايج الملاح وحوايج أيضا اللي ماشي ملاح، وبالتالي فصلهما حيسهلها على الأقل تحكم فيه واحد، على الأقل واحد قدر تحكم فيه. إذا تفريقه في الأقسام أفضل. ثانيا الأطفال الصغار، الطفل الصغير هذاك دائما نجد الأولياء يعالجوا النتائج، يعني نشوفوا الطفل الصغير هذاك يرفض مباشرة يعني الدخول المدرسي. هذا فقط، يعني هذا التوأم والطفل الثالث لأمة الله من سطيف، تقول أنهم لم يستطيعوا الخروج من جو الإجازة الصيفية. تقول أنهم رغم أنها غيرت لهم الغرفة وإلى آخره، إلا أنهم لم يدخلوا. أكيد، لأنه كما أشار أستاذ في سابق، يعني السهر ما زال موجود في العائلة. هنا الأطفال دائما نعطي لهم دروس ومحاضرات، لكن هو لا يتبع ما يسمع وإنما ما يرى بعينيه. فلما نقول الطفل، يعطيك صحة، نقول الطفل أنا روح، مش الطفل، أي إنسان يعني يتأثر بما يرى أكثر مما يسمع. وبالتالي
فلما نقولوا له الان راح تقرا وجات الدخلات على المسيد ولازم توجد روحك وغدوه تنوض بكري، ومن بعد راح يشوف لي انا تكسرت ونشوف تلفزيون سهران مع مقابلة كرة قدم ومسلسلات ومنا، فهو الآن يقول المتعة راهي موجودة هنا مانيش في الدراسة. تقول لي ما لا تفعل. يعطيك الصحة، ولهذا الآن لما نحضر كامل أنفسنا للدخول الاجتماعي وليس مدرسي، وبالتالي كامل نرقد بكري ونطفيو التلفزيون ونطفيو الضوء ونديروا كامل الظروف اللي تعطينا إيحاءات بالنوم، وبالتالي اليوم الأول الثاني الثالث تحضير أسبوع فقط قبل الدخول الدراسي كافيل بأنه يتبرمج على الساعه البيولوجيه الجديده. لكن الساعه البيولوجيه الان اللي ينوض على 11 ويسهر في الليل يعني تغيير يحتاج الى تدريب، لانه راح يولي يعني اليا واحد اللي موافق ينوض على 7 الصباح من بالجمعه ما يخدمش ينوض على 7 الصباح. لماذا؟ الساعه البيولوجيه تفرز هرمون تاع النشاط، وبالتالي التدريب يعني حتى الناس اللي يخدموا الليل ويخدموا النهار وكذا يحتاجون الى تدريبات باش تاقلم مع الفتره اللي ما يخدمش فيها ويخدم فيها. اذا هذا التدريب ما داروش الان سيجد صعوبه، راح يديروا الان مضطر لكن داخل الفتره الدراسيه. تفضل استاذ محمد. الامر الاول يعني ربما بالنسبه لاخت ام هبه اللي حكت على بنتها الصغيره 3 سنين ونصف، نعم يعني لديها تعلق شديد بالضبط بالضبط، يعني رغم تحضيرها رغم انها تقول بلي حضرت الجو كامل هيئتها نفسها بالضبط، لذلك قلنا في البدايه انه الموضوع طبيعي، يعني انه طفل لاول بنت لاول مره حتى تحضرها نفسيا مازال هذه بيئه جديده، وفي الغالب في رياض اطفال اللي معتدين على هذا الامر الاسبوع الاول والثاني ما كاش قرايه فقط لعب، وحتى الاداره الزمنيه معناها ما يروحوش يقعدوا 3 سوايع او 4 سوايع او دوام كامل، يقدروا يروحوا ساعه ويعاودوا يرجعوا للدار، يقعدوا ساعتين يلعبوا يفطروا ويعاودوا يرجعوا للدار. فيها بعض رياض الاطفال يطلبوا من الام انها تكون موجوده خلال الاسبوع الاول او اليومين الثانيين يوم يومين 3 ايام. من بين النصائح ايضا مليحه كما حضرت نفسيا ترافقهم في اول يوم وربما حتى اول اسبوع كامل وهي تروح وترجع حسب درجه الارتباط بين الام والبنت. من بين الاشياء ايضا انه يعطيوا له حاجه تاعه من الدار، لعبه يعني كش لبسه تاعه ولا تاعها تاخذها معها كشيء مرافق نفسي، او مره 2 3 4 لما تبدا تعتد ينحيوها لها كي تدخل، قال نحطوها اكواتي كي تخرجي نعاودوا نرجعوها لك، ومن بعد توالف الجو وترتبط بعلاقات. احيانا هديه وادوات جديده ايضا تشجعها انها تروح، هاو كرطاب جديد وشباب وكذا ومنها باش تقدري تروحي باش تروحي لمسيد وكذا، فالروضه باش يكون عنده رابط او بعد ايجابي. شيء اخر يعني ربما بالنسبه لذلك يعني الموضوع طبيعي اسبوع اسبوعين ومن بعد ترجع طبيعيه خاصه لما ترتبط بعلاقات. بالنسبه للام اللي قالت ولادي يتعبوا بزاف، انا نقول الموضوع طبيعي مش متعلق بالسن، يعني انه يكون البروغرام شارجي واش نعود الطفل راح يعتاد. انا نذكر يعني في وقتنا كنا قبل الفجر نروحوا الجامع قبل الفجر، يعني ما كناش نصليو، يعني كنا يا ربي 5 سنوات 6 سنوات 6 سنوات تقريبا 6 7 سنوات تروح قبل الفجر الجامع ترجع تعاود تروح للمسجد الصباح ترجع تفطر تعاود لابريميدي تروح للمسجد تعاود ترجع 5:30 6 تعاود تروح الجامع حتى 10 تاع الليل تقريبا 8:30 تاع الليل اذا درنا سبور يعني 10 كملناها، يعني تقدر لاجورني او اليوم تاعنا يكون معمر من 5 تاع الصباح لل 10 تاع الليل. الموضوع موضوع اعتياد، يعني مانيش موضوع اعتياد وتنظيم راحه، لانه الابن لما يجي عنده ويجيك في الليل يجيك في 10 مكمل ما حش يشوف تلفزيون ما حش يشوفك يعني مباشره الى النوم، يعني لما نعلموا له على نظام بهذه الطريقه يريكوبيري بالجمعه ممكن. لكن المقصود فقط انه مانيش نقول هكذا باش ننتقلوا على الاولاد، يعني انه فيه نظام او برنامج يومي لما نولفوه او نعودوه عليه مع اصطياد فتره راح، لما نقول سبور ماشي كل يوم يعني عنده دفه بار سيمان يقدر ايام على 8 يكون كمل، الخميس العشيه ما يقراش، الجمعه روبو، حاليا السبت ومرتاح. هنا موضوع دخول دروس العلميه يعني صنع شويه اشكال في هذا الموضوع، صنع اشكال كبير، يعني تقول انه الابن تاعها ربما انه يرتاح 10 دقائق في اليوم. ما يعني هذه مبالغه، هناك شيء معين ان الطفل قلنا في التحضير، اتصور الان في المدارس في الدول المتقدمه الطفل يدرس 3 ساعات 4 ساعات فقط في اليوم، اليوم في لاكريش يجيبها من 8 حتى 5 تاع العشيه تحطين بها الصباح في الظلمه تجي تديها في الظلمه. هذا الطفل انتقال يحتاج ان يكون تدريجيا، يعني يفترض ان الطفل يدخل لاكريش في الوقت اللي يحب هو مش 8، بمعنى تديها 9 9 ونص يدخل، ما كاش برنامج راح يتبعه الطفل، راح يدخل يلعب يغني نكتشفوا قدراته نطوروا له مهارات الى غير ذلك. ايضا ساعه ساعه ونص ساعتين ماكسيموم تخرجوا، ومن بعد الان كي يوالف ويندمج مع المجموعه يولي هو يطلب المزيد يطلب البقاء يطلب المزيد، خليه هو يطلب المزيد ماشي تعطيه المزيد.
وبالتالي إذا بدأنا بأشياء قليلة سننتهي إلى الكثير. شوف الآن وكان واحد السلوكات السلبية مثلا وكان تاع المتدخن ما كانش يتكيف زوج باكيات في النهار يبدا بنقارو ويجي طالع صح علاه لأنه يطور الدماغ تاعو يطلب المزيد. وفي التعليم نبدا بالكثير والكثير هذايا يشعرون بالالم. فلما نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. فالقله مهمه جدا تبرمج انسان على سلوكات جديده. حنا الان بما ان النكراش مليحه اعطيه الكثير، دراسه مليحه اعطيه الكثير، والقاعده في التعلم تقول كثره الاكل لا تعني كثره الهضم. وبالتالي كي تقري جونيا كومبلي ماشي متاع التعلم قد تؤدي الى نتائج عكسيه. هذا السبب الرئيسي في تدهور يعني العلاقه بين الطالب والمدرسه. ممكن اضافه فقط لهذه الامور؟ يعني اول شيء ربما يمكن في البرنامج اليوم انا ما تحدثش انها كلها دراسه، يعني فيها سبور مثلا في نهايه اليوم، فيه قران وحده الصباح مثلا، دراسه في وسط اليوم، ومن بعدين محفوظات اناشيد تترا في العشيه، يعني برنامج منوع. هذا الامر الاول، زائد لعب بيناتهم من الجامع مازال ما وصلش راك تلعب بالو مع اصحابك، فهذا يعني برنامج. ورانا نحكيو على طفل، ماناش نحكيو على طفل تاع الروضه، يعني ربما هذه النصيحه للام اللي وليدها 11 سنه، 11 سنه راه في تقريبا الثالثة رابعة ابتدائي، فديجا نضج ونما. طفل حتى في المدرسة يتفقون الطفولة تنتهي في 12 سنة ماشي في 6 سنة. يعني حنا نقصنا لها نتيجة أفكار يعني تربوية مرتبطة ب كما نقولوا بالإنتاج والصناعة أكثر من هي مرتبطة بالإنسان. فالمنظومة التربوية لاحظت جيدا بدا تحولها في المتطورة الصناعية، فبدا حطينا منظومة تربوية تمشي مع الصناعة والإنتاج. فهدفنا أن يؤهل إنتاج الإنسان للإنتاج مبكرا، ولهذا بدأ الدراسة المبكرة. أرسطو بدأ يقرأ في عمر 15 سنة، ومع هذا يقال علماء يقولون أن عقل أرسطو لم يقارن مع أذكى إنسان في العصر الحديث كما يقارن الإنسان مع القرد. وبالتالي الآن ونولو الزمن فقط حنا منظومة تربوية تاعنا مثلا في وقت فرنسا كنا في الاستعمار صح، ومع هذا كانوا عندنا مفكرين وعلماء إلى غداك. لماذا؟ لأن كنا نمشي مع الطبيعة ونمشي مع قدرات الفرد. وبالتالي لما كنا نمشي مع طبيعة النمو واحتياجاته في كل مرحلة، الآن لاحظ جيدا الطفل الآن لا يشتكي من الدراسة، هو يشتكي من الوعاء الدراسي. ما كاش واحد يكره العلم، العلم العاك كما يقول أفلاطون يزيدك سعادة وحرية، لكن الآن الوعاء الذي تدرس فيه إذا لم يتناسب معك. أنت الآن الطفل يحتاج إلى بروتينات، لكن ما تقدرش تعطيه اللحم برغم أنه غني بالبروتينات لأنه ما عندوش أسنان، لم يستعد لهضم هذا اللحم. هكذاك الان التعليم، الطفل يحتاج الى استعداد للتعلم، ولما نعطيه المعلومه مع المرحله تاع نموه ومع استعداداته وقدراته، الان يهضم هذه المعلومه. الان لاحظ جيدا الطفل سنه ثالثه ابتدائي لما تعطيه انت يقرا على الضرائب واليرجي والتيفيا، واش راح يستفاد منها؟ هل هو تاجر؟ هل راح يحتاج هذه المعلومه؟ لا يحتاج هذه المعلومه في هذا السن. الطفل لما تقريه تربيه اسلاميه وتعطيه تقريه على الطلاق والميراث، واش يدير بهذه المعلومات؟ هو يحتاج ان المعلومات تمشي مع مرحله النمو تاعو من الدين. إذن لما تكون معلومة تحتاجها ستتمسك بها وتعطيك تغيير في حياتك وسلوكاتك وقناعاتك. إذا ما أعطيتك معلومة وقت مناسب يعطيك صحة. ولهذا المعلومات كما الدواء، كما يقول لك طبيب شرب حبة صباح حبة العشية، ما تقولش لا لا الفيتامين دي مليح نعطينا لوليدي أكثر. فهمت فيك وراي؟ أكيد. إذا هاي اللي لابست على نستقبل آخر اتصال. ربما أم أحمد لديها تدخل من بسكرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. أكيد.
امين يا رب العالمين. وصل انشغالك وانشغال جد 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 حساس. وايضا يعني الاخت زميله سميه تقول انه يعني هناك صحيح انه اساتذه يكرهون يعني الدراسه للطفل من خلال اعطائهم عقوبات من خلال طريقه التدريس. يعني ام احمد من بسكه ذكرتني انه انا ايضا كان لي شخصيا مشكل مع اساتذه الرياضيات. يعني أساتذة الرياضيات عندهم طريقة ربما خاصة في التدريس مما يجعل الرياضيات مملة وليست مادة محببة عند أغلب التلاميذ. لاحظتي جيدا في الدماغ البشري عندنا فصين في الدماغ، عندنا فص أيسر وفص أيمن. الفص الأيسر هو المسؤول عن الذكاء المنطقي، يعني يقوم بالتحليل والتركيب إلى غير ذلك. وعندنا الفص الأيمن اللي فيه الصور والألوان وهو الجانب الفني في الإنسان. نعم يعطيك صحة. دراستك للرياضيات تجعلك تطور أكثر الفص الأيسر من الفص الأيمن، وبالتالي تجد أصحاب الرياضيات لا يميلون إلى الشعر والأدب وإلى غير ذلك إلا القليل منهم. لماذا؟ لأن النمط التعليمي والتكويني لم يساعد الفص الأيمن على التطور، وبالتالي ركزوا على الجانب المنطقي. لاحظي جيدا، في التعليم نحتاج إلى جزء علمي وجزء فني، نحتاج إلى جزء الفني. فنجد مثلا قديما كما تكلمنا في وقت الاستعمار وقبله كان علماء اللغة مثلا النحو يقدمون في أبيات شعرية في نظم صح، مثل أجرومية وألفية بن مالك إلى غير ذلك. لماذا؟ أعطاهم الجانب الفني، وهذا الوعاء اللي يقدر يدخل مباشرة إلى العقل الباطن ونسترجعه بسهولة في الذاكرة ويعطي لذة لهذه المعلومة. المعلومة المنطقية الجافة لازم نعطيها تلك التوابل الفنية. ونجد كثيرا يعني من الأخصائيين في الرياضيات والفيزياء يفتقرون إلى الجانب الفني، ولهذا يجدون الأطفال صعوبة في التواصل معهم أكثر. مشكور إذا الأخصائي في علم النفس التربوي والاستشاري النفسي الأستاذ عبد الحليم ماضي على كل ما أشدت وأمطرت علينا بمعلومات مفيدة. كلمة أخيرة في بقية سريعة للأستاذ محمد بن يوسف. ممتاز. ربما أول شيء يعني بالنسبة لي موضوع ارتباط أبنائنا بالدراسة، أهم شيء أنه نحبوا لهم العلم، يعني مش فقط المدرسة أكيد. يعني أنه يتعلم، أنه عملية التعلم تكون عملية مستمرة مش متعلقة فقط بالإطار الزمني أنتو فترة الدراسة زاد قرايته ولا حتى في العطلة تكون عنده هذه الرغبة. رقم واحد ترجع من الأسرة وترجع من الأساتذة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه نوعوا له في مهارات حياته، مهارات فنية، مهارات رياضية، مهارات دراسية، باش ينشأ نشأة متوازنة. ما نعلمولوش أنه يكون فقط قاري وإنما وبالموازاة يفتقد أشياء اجتماعية أخرى. وإن شاء الله ربي يوفق الأمهات ويوفق أبنائنا والآباء بطبيعة الحال أبنائنا للنجاح الدراسي. السلام عليكم. أمين يا رب العالمين. وفق الله كل الأولياء ذا تكوين جيل يقود من أجل أن يسعى